انا جاية اثير الجدل واقولك ان احنا ما كناش نعرف كل انواع الشاي. احنا بمنتهى البساطة كنا نعرف الشاي براد الشاي المغلي، نحط الشاي على المية ونحط سكر على قد الكوبايات ونغلي المية بالشاي ويبقى شاي احلى شاي مغلي، ونحط عليه ورقة النعناع، وطبعا نشيل الفقاقيع دي. هتقولي لي ليه؟ ما اعرفش بقى، بقول انتوا في الكومنتات. لما طلع بقى جديد كده الباكيتات الشاي والحاجات دي، بقينا نعمل شاي كشري، الشاي البودرة والسكر ونحط عليهم المية المغلية، بقى شاي كشري، بقى هو ده الشاي المغلي والشاي الكشري، ده اللي احنا كنا نعرفه. انما انت بقى كنت تعرفي ان في حاجة اسمها شاي ملكي؟ بصي يا ستي، هتجيبي السكر وتجيبي مية مغلية، هتغلي المية لوحدها وتغلي شاي لوحده، هتنزلي بالمية المغلية على السكر وتدوبي السكر كويس قوي في المية المغلية علشان نزود كثافة المية، ونجيب بقى شاي مغلي جاهز من غير سكر وننزل عليه على المعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فلما نعمل الحركة دي يبقى عندك طبقة من المية تحت لونها أصفر كده فاتح، والشاي الأحمر مفصول فوق، هو ده الشاي الملكي. أنا بقى هقعد أجيبها لك في الاتجاهات ولعبها كل الألعاب علشان تشوفي اللي أنا أقصده. بصوا، من تحت لونها ابيض فاتح كده، وبعدين هتلاقي بعد كده تدرج كده اصفر شويه، وبعدين بقى الاحمر خالص بتاع الشاي، وهو ده الشاي الملكي. الكوبايه شكلها كيوت قوي على فكره، شكلها حلو قوي. اظبطيها بس، اهم حاجه تصب الشاي المغلي على المعلقه عشان يفصل زي ما انتوا شايفين كده. في شاي بقى اسمه شاي على ميه بيضه، في القهاوي الشعبية معروف عندنا في مصر اسمه شاي على مية بيضة، بتحطي الشاي وتغطيه بالسكر. الشاي على مية بيضة ده للناس اللي بيحبوا الشاي سكر زيادة، هتغطي الشاي كويس قوي بالسكر وتنزلي بالمية المغلية على المعلقة زي ما انتوا شايفين. شفتوا؟ لا سحر ولا شعوذة، لا الشاي اتخلط مع المية ولا اي حاجة، عشان السكر مغطي على الشاي وبقى شاي على مية بيضة. شوفوا الجمال، بيتقدم كده، وده معروف ان هو الشاي للناس اللي بتحب الشاي السكر زيادة، لان احنا بنحط سكر كتير عشان يغطي على الشاي عشان يفصل بينهم، وتقلبيه وتشربيه. طب كنت بقى تعرفي كمان ان الشاي ابو حليب في دول الخليج بيعملوه شاي كرك؟ شاي كرك هو الشاي ابو حليب بتاعنا، بس عليه بقى شوية منكهات: زنجبيل، حبهان، قرنفل، وعود قرفة. انا حطيت الزنجبيل والحبهان والقرنفل في الصفاية دي، وحطيت عود قرفة وشاي مغلي، وبعد كده حطيت عليهم اللبن وهنسيبهم يغلوا غلوة، وبقى شاي كرك. وممكن تحطي المية والشاي والحبهان والقرنفل والزنجبيل والقرفة وتغليهم مع بعض، بقى اسمه شاي كرك. طب كنت بقى تعرف ان في حاجة اسمها شاي بالفواكه؟ ده بقى من احلى انواع الشاي اللي ممكن تشربيها. قشرة برتقال وحاولي تحافظي عليها وانتي بتقشريها زي ما انا عملت كده، ولفيها وردة زي ما انتي شايفة. هاتي فنجان حلو كده وحطي فيه وردة البرتقال وانزلي عليها بالشاي المغلي. عايزة اقولك ان انا راحة جاية اشرب في الشاي ده، طعمه حلو قوي قوي، نكهة البرتقال كده خفيفة مع الشاي، تحفة بجد تحفة. وينفع بقشر التفاح، قشر الخوخ، شاي بفواكه بصوا طعمه تحفة. في بقى شاي مخصوص لشومة، ده مخصوص ليا انا، دايما بعمله وبحبه قوي قوي. بجيب كده كام ورقة ريحان على كام ورقة نعناع، وبحطهم مع المية والشاي يغلو، وممكن واحدة كده قرنفل يغلو كده غلوة، واشرب الشاي ده. قد ايه بيحسسني بالدفى، وقد ايه كده لو انا تعبانة وعندي كحة بحس ان انا ارتحت، معرفش. ده بقى الشاي المخصوص بتاعي. ايه رأيكم بقى في كل انواع الشاي؟ انهي نوع من الانواع اللي انا عملتها دي عجبتكم؟ اكتبولي كتير في الكومنتات. وما اقدرش اعدي الفيديو من غير ما اعمل لكم سندوتش الجبنة بتاعي. جبت كده العيش اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده وحمصته في الزبدة، وحطيت عليه الصوص الحار اللي كنت عاملاه للبطاطس بتاع فيديو البطاطس الكوري، وبعد كده حطيت عليه جبنة مشللة وجبنة شيدر وواحدة جبنة رومي، ما حطيتش جبنة كتير اهو، ما حطيتش جبنة، احنا لازم نسيح الجبنة وبس. يا ستي هتاكلي احلى ساندويتش مع احلى كوباية شاي. اوعى تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشيروه وتكتبوا لي كومنت حلو وتعملوا فولو لو لسه ما عملتوش.